الحقيقة لما طلعنا هنا في برنامج مصر النهاردة يوم 7 سبتمبر اللي فات، عرضنا ملف عن مشروعات السيسي، وسألنا سؤال بسيط، هي المشروعات دي دخلت إيه للبلد؟ ولقيناها مشروعات فاشلة. طلع السيسي بعدها في اليوم اللي بعدها وراء الكورال بتاعه يتهمونا بأن احنا بنشكك في طهارة مشروعاته. اسمع كده. الحالة اللي بتتعمل معاكم يا مصريين، هما دايما واخدينكم في حتة واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. مش عارفين بيتكلم زي ظباط الجيش بالظبط. خد بالك انت بالكلام اللي بيقوله لك حقائق، دي قرآن وإنجيل وتوراة مع بعض. اللي انا بقوله ده يا دوبك ايام بسيطة، وطلع السيسي نفسه يعترف بفشل مشروع مدينة الأساس، هو بذات نفسه. وبعدين تداول النشطاء فيديو تاني من المؤتمر الاقتصادي الأخير، السيسي بيعترف فيه بفشل مشروع تاني، وهو مشروع المليون ونص مليون فدان، واللي تم منه لا يتعدى 20%، وحتى الدولة ما استفادتش منه بتعريف. اسمع. النتيجة ايه؟ المسار اللي زرع ما يجيش 20% من الارض ديت. انا غلطان كويس، وانا مش شايفة، وانا ايه يعني مش شايفة، يعني مش قادر اقول ان ال 200-300-400 الف فدان اللي احنا بنقول يا رب يكون اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه يتعملوا قمح عشان اعجابي مشكلة قمح، يتعملوا ذرة عشان اعرف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه. طيب هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي احنا بنتمناها لقطاع الزراعة في مصر؟ لان الارض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى انا دلوقتي عايز اروي الارض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز اعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه. وعندك مشروع تاني حطه على النوتة فشل. يعني كده فشل مشروع المليون مدينة الأساس. هو اعترف ان مدينة الأساس احنا عملناها غلط، لان الصنايعي كان بينزل من البيت ويطلع من البيت تحت البيت ويطلع يريح شوية، فاحنا ما خدناش بالنا من الحكاية دي، هو اللي قال. ومشروع المليون ونص فدان، اولا هما كان 4 مليون فدان، لانه السي ان ان انا جبتها من كام يوم كانت بتقول هيزرع 4 مليون ونص فدان، وسألت هل يستطيع ان يزرعهم. المهم يعني بقى 1.5 مليون فدان. هو طلع يقول ما عملناش منه حاجة، 20% 400 ألف فدان، وياريت نكون زرعناهم. أرجعك بقى للملف اللي عرضناه وكشفنا فيه القصة دي، وعرضنا ساعتها وعد السيسي في 2015 إنه خلال سنتين هينجح المشروع. حضرات السادة المشاهدين، اركبوا واربطوا الأحزمة ورجعوا لحلقة 7 سبتمبر مع محمد ناصر عن مشروع فشل مشروع 1.5 مليون فدان. ده ايه ده؟ تخلص 1.5 مليون فدان في سنتين؟ الراجل ده يا جماعه بيجيب من زي ما قال الست، احنا هنعمل على فكره العاصمه دريت ايه؟ احنا في 20 زيها مخبينهم تحت الكرسي. يا جدع انت اهدى اهدى، هتخلص؟ مش منطق يعني، حرام حرام، بتعمل ليه كده؟ قال لك هنخلص 1.5 مليون فدان في سنتين. مصر عايشه من ايام الفراعنه على 8 مليون فدان، 10 مليون فدان. البي جاي في سنتين ياتي بما لم ياتي به الاوائله، هيخلص 1.5 مليون فدان. يا اخي ده انت ابو لمعه ما يجيش جنبك حاجه. ده الكلام ده في 2015، ولانه كلام ضد العقل وضد المنطق وضد الطبيعه ما حصلش ومش هيحصل ومستحيل يحصل. 1.5 مليون فدان في سنتين، في سنتين ليه؟ بتعملهم ايه؟ بترسمهم؟ مش بس كده، ده احنا كمان اخدنا المياه الجوفيه للمشروع بشهاده وزير الري الاسبق في 2015 قبل ما نبدا المشروع. قال لك عملنا حسابنا ان المياه الجوفيه تكفي 100 سنه جايه. يعني عملوا 1.5 مليون فدان ولقوا لهم كمان ميه ل 100 سنه.
ده في 2015. طب ايه اللي حصل بعد الفرشه دي كلها بقى؟ دخل كام المشروع ده؟ وفر كام المشروع العظيم ده؟ تعال نشوف في الجراف ده حضرات. مشروع ابرز التكلفه بتاعت مشروع المليون ونصف فدان، التكلفه 3 مليار جنيه، رخيصه قوي. ده طبقا لكلام رئيس شركه تنميه الريف في اكتوبر 21. طريقه التمويل، تعاقدات المستثمرين فيما يقارب 3 مليار دولار، ده كلام برضو رئيس شركه تنميه الريف في اكتوبر 21. تيسيرات لصغار المزارعين بدون فوائد الانتفاع، ده برضو كلام رئيس شركه تنميه الريف. ايه بقى العائد؟ نقص الاراضي المنزرعه في مصر حوالي مليون فدان من ساعه مجال بومة، ده كلام الاحصاء في ديسمبر 2020 وزير الزراعه ابريل 22. يعني اعتراف جديد من السيسي بفشل مشروع تاني من مشاريعه. مشاريع وهميه. مشاريع السيسي الوهميه، وده بيكشف حجم تخبط السيسي وفاتوره اهدار قيمه دراسات الجدوى. حضرات الساده شوفوا كده السيسي ودراسات الجدوى. قال لك في 2018 لو دراسات الجدوى انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في كل او في حل المسائل بمصر ما كناش حققنا 20% او 25% من اللي حققناه. ده في 2018 بيقول الكلام ده. في 2022 قال لك كل المشروعات يتم تنفيذها بناء على دراسات مسبقه بالتعاون مع مكاتب عالميه، مش قاعدين نعملها كده مع بعض عشان بيتصرف او بينصرف مقتضاها مليارات الجنيهات. ده اللي قاله في 2022 في اغسطس. في اكتوبر قال لك طريقه دراسات الجدوى بتخلي المشاريع دي تاخد 5 سنين وتضيع مش عارف ايه علينا الفرصه. بطريقتي هعمل 100 مشروع في سنه ممكن يكون جواهم مشروعين ثلاثة مش مظبوطين. ما تظبط بقى. أنت هتعمل دراسات جدوى ولا مش هتعمل دراسات جدوى؟ وبعدين هو كذاب لما قال كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها بناء على دراسات مسبقة بالتعاون مع مكاتب عالمية مش قاعدين نعملها مع بعض كده. ده الكلام ده في أغسطس. أنت كذاب يا خيشة. وكذاب لأن اللي فضحك أبو لمعة الورنيش الأستاذ الكبير اللي هو اللي قال له أنا حلمت كنت لا مؤاخذة الغطا طار زي طار في الهوا شاشي، حلمت إن إحنا عملنا ترعة قناة السويس. مهاب مميش لما مهاب مميش قال كلمته بالليل لقيت التليفون الساعة 6 الصبح بيقول لي أنت ما نمتش؟ قال له آه. قال له أنا. قال له ليه؟ قال له بفكر في المشروع. قال له قوم اعمله على تفرقة قناة السويس. كلفت البلد مليارات، مليارات بلا مبالغه، مليارات. الراجل قال له كده بجمله انت لسه ما نمتش؟ لا ولا تشغل نفسك يا حبيبي. عايز كام؟ عايز كل الاحتياطي اللي عندنا الدولارات في البنك المركزي؟ خدهم يلا روح اشتغل، خدهم خلصني منهم. السؤال الان ايه اللي يضمن السيسي في اي مشروع من اللي ورط فيها البلد؟ ليه نستنى لغايه 2030 لما يطلع السيسي يقول لك على فكرة إن مشروع العاصمة فشل عشان الدراسات ما كانتش كافية؟ مين اللي يضمن إنه ما يقولش كده؟ وإيه اللي يخلي الناس تثق في أي مشروع من السيسي بيهدر فيه فلوس الناس؟ أنا بقول لحضرتك عشان كده ما تصدقش أي إعلام يطلع يطبل لإنجازات السيسي. وتعالوا أفكركم الإعلام ده قال إيه على مشروع المليون ونص فدان؟ دلتا مصر، سلة غذاء مصر الجديد، أهو أدي اليوم السابع أهو في أكتوبر 21. مشروع المليون ونصف فدان احد اعمده المشروعات القوميه الزراعيه، وانت بقى السيسي يطلق مشروع اصلاح 1.5 مليون فدان من الفرافره اليوم، وانت بقى بتاكل وبتبلع. مشروع المليون ونصف فدان اعاد الفرافره المنسيه الى ذاكره الدوله، ويجيب لك بقى وبيسقي الزرعه. الزراعه مشروع المليون ونصف فدان احد انجازات مسيره الاصلاح الاقتصادي، وانت بتبلع ده كله. مليون ونصف فدان الطريق لتأمين الغذاء يتضمن أراضي في 8 محافظات يشمل 3 مراحل، يزيد من الحيز العمراني لاستيعاب الزيادة ونقيب الفلاحين، نقلة كبيرة للزراعة المصرية. وأنت بتبلع كل ده. مليون ونصف فدان ريف جديد لمصر في أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني اجتماعي. وشك في الحيط واقفك ليه؟ بالأرقام تنفيذ أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر خلال عامين. ده كان ده في 2016. الوادي الجديد سلة غذاء مصر، وجايبين الزرعة برضو إياها اللي السيسي بيسقاها ومن ساعتها ما شافتش مية. حزب المؤتمر مشروع 1.5 مليون فدان، إنجاز تاريخي غير مسبوق. ده في 2014. نهضة قومية في الزراعة خلال 7 سنوات، الدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان أبرز المشروعات. تعبت والله، والله تعبت. والله تعبت. والله تعبت يا صالح.
حاضر. الفرافرة واحد المليون أمل، شايف؟ مش بس كتابة، ده إعلام يطلع يقول لك كده. اسمع أحمد وش البلنجان هو بيقول إيه؟ ده هو ده، إن إحنا مصر وزير الزراعة، مصر يا جماعة على الطريق الصحيح. اوعى تفتكروا في يوم من الايام الرئيس اول زرعه اول شجره في منطقه الفرافره النهارده الرئيس بيزرع الشجره قدامنا الشجره والجاروف اهو الرئيس يمسك الجاروف وبعدين الميه يبقى مين بيزرع هو الرئيس ثم مين كمان واروي كمان مش مجرد زرع لا ازرع واروي بمياه مياه بتاعتنا ثم كمان القائد العام بيزرع ويروي ثم المنصبين محلب بيزرع هم دي دم واحنا كمان كشعب نزرع ونروي كمان النهارده بقى عندك النهارده 10000 فدان والناس كلها بتقول لك فيه ايوه النهارده بقى عندنا بدايه باكوره 4 مليون فدان في خلال سنه من دلوقتي ونص يبقى عندنا 1.5 مليون فدان تزيد للرقعه الزراعيه. هتاتي اجيال تسمع الفيديو ده وتموت بالضحك. وادي الرئيس هو ماسك الجاروف وانا مؤاخذه يعني مش شايف وبعدين يقول لك ايه ويزرع ومش بس يزرع ده بيروي كمان يعني شوف بيجامل وبعدين يقول لك ومش بس هو بيزرع بقى لا ده الاستاذ عباس محلب بيحلب وابراهيم الشناويلي بيعمل مش عارف ايه بقى ده قال لك دي اول زرعه في المشروع تخيل لو احنا دي أول زرعة في المشروع وإحنا عايزين مليون ونص فدان. ده إحنا هنستنى قرون. نفس النفاق، نفس الكذب، نفس الفساد. ما بيتغيرش حضرات. حضرات السادة أنا بحذركم. ارجعوا لتاريخ أجدادكم. ارجعوا لتاريخ آبائكم. كان في أرض وكان في مش عارف إيه على رأي الست فيروز. كان في مشروع اسمه مدير التحرير. قسما بالله العظيم انا لو جبت لكم اخبار عن مدير التحرير ايام عبد الناصر لا تقول وراح ولا وهي كانت كده اهو ده عبد الناصر راح مديرية التحرير والرئيس الروسي راح مديرية التحرير وبس لا دول جابوا منتجات مدير التحرير وجابوا طماطم مديرية وجابوا عيال صغيره لبست للرئيسين عبد الناصر والرئيس الروسي لبسوا له بقى الحاجات وحلاوه شمسنا كده فين مدير التحرير بقى اللي راح يا قلبي شكوتك لله فين مدير التحرير خرج ولم يعد استاذ محمد خان استاذ يحيى الفخراني الاستاذه ليلى علوي قالت لها يا بيت تعالي البسي يا بيت الجلابيه الجديده قالت لها ده انا بحمل حمار يا اما قالت لها بتحمل حمار بقى سايبه الحمار اللي جوه وتحمل الحمار اللي بره قالت لها مين الحمار اللي جوه قالت لها عطيه اللي هو يحيى الفخراني قالت لها انت عايزاني احمي عطيه ياما قالت لها شوف البيت هي عايزه تجوز العطيه يعني نفس الفساد والمصحف من ايام عبد الناصر نفس المشاريع نفس الحمار ونفس عطيه